بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بيحكيها لي صديق ليا ايمن صبري. ايمن صبري بيقول لي انا كنت جاي من ايطاليا على مصر، وانا في مطار ايطاليا رحت قبل الطياره بساعتين. ايمن ده شخصيه انا اعرفه، شخصيه منضبطه جدا بالمواعيد، يعني راجل ما شاء الله عليه من الناس المظبوطين جدا في كل شيء. بيقول لي قبل الطياره بساعتين رايح، الحقيقه رايح المطار بدري لان انا عندي عزا في مصر مهم جدا لصديق عمري، فعايز احضر العزا وعايز احضره من بدري قوي يعني. فدورت على طياره توصلني مصر بدري علشان انزل براحتي وارجع بيتي براحتي وبعدين اروح العزا. قاعد في المطار قلت عرفت فين الجيت اللي هتطلع منها الطياره، لقيت فيه كافيه كده قهوه قدام الجيت، قلت اقعد قدام الجيت يعني ايه، لسه ساعه ونص، راجل منضبط جاي في ميعاده. بيقول لي قعدت شربت قهوه، فكرت اطلب اكل وبعدين قلت لا احسن نتاخر خليني مركز. فضلت قاعد بقى كده وهادي جدا، يقول لي مش عارف ايه اللي حصل لي، كاني نزل على وداني ان في حاجه، يعني حاجات اتحطت في وداني مش سامع حاجه خالص، عمالين ينادوا على الطياره وبيقولوا اسمي ايمن صبري وانا قاعد قدام الجيت ومش سامع ومش شايف وما ببصش الساعه ومش طريقتي. وبعدين طلعت الطيارة، وبعدين ببص لقيت يا نهار أبيض ده فاضل، ده الطيارة طلعت. قمت جاري على الجيت لقيت المضيفة بتقول لي أنت أيمن صبري؟ ده إحنا نادينا اسمك 5 مرات. بيقول لي بقيت عايز أخبط دماغي في الحيط، وبيقول لي غصب عني بصراحة بقى، ليه يا رب؟ بيقول لي غلطت بصراحة، استغفر الله العظيم، يا رب ده أنا عامل كل حاجة صح، ده أنا واخد بالأسباب صح، ليه يحصل لي كده؟ بيقول لي كلمت مراتي أقول لها أنا مش لاقي تفسير للي حصل لي ده. تقول له بس اهدى بالله لعله خير، يقول لها يعني أنا رايح جنازة واحد صاحبي. بهذه الحالة الغاضبة يقول الست في شركة الطيران طب فين شنطي؟ لا شنطك رميناها لك بعيد قوي طبعا. راح خد الشنط. طب أركب منين دلوقتي؟ خد الطيارة اللي بعدها من نفس الجيت. لا 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 لا، هتروح مطار تاني ترمينال تانية علشان تاخد الطيارة اللي هتوديك مصر. يعني من الآخر كده حالته زي زفت. بيقول لي رحت الجيت التانية لقيت كلهم جماعة طليان، كله قاعد طليان طليان طليان، وانا وشي بقى كله غضب وكله غل. بصيت على جنب كده لقيت واحده ست شكلها عربيه بتعيط، شكلها مغربيه او تونسيه حاجه زي كده، بتعيط قوي، دي ما حدش فاهمها ولا حد بيبص لها يعني في الغرب يعني، لكن دي بتعيط وبتتكلم بالعربي. فهو قرب شويه، يا رب اتوسل اليك يا رب، انقذني يا رب، اغثني يا رب يا رب. راح لها انت منين يا حاجه؟ انا من تونس يا ابني. الست كبيره جدا في السن. خير يا حاجه؟ ابني وصلني لغايه الطياره ومعيش تليفون لابني، وجيت لغايه الطياره وفاتتني الطياره ومش عارفه ارجع ومعيش فلوس وبقالي نص ساعه، يا رب انقذني يا رب، يا رب انجدني يا رب. فبص لها ايمن وضحك كده ولا يا حاجه فاتتني الطياره وداني ما سمعتش النداء ورمولي شنطي بعيد عشان اجيلك لغايه عندك يا حاجه. وصلت الرساله. قالت له رساله مين؟ قال لها رساله ربنا، انا جايلك يا حاجه، انا جايلك غصب عني، انا متجرجر لغايه هنا عشان خاطرك يا حاجه، تعالي يا حاجه ناقصك ايه؟ عايزه تذكره الطياره. جاب لها تذكره الطياره، جاب لها تذكره جديده وخدها من ايدها لغايه الجيت بتاعتها، وتاكد انها دخلت الجيت. وهي داخله الجيت قال لها ثانيه يا حاجه، قولي لي انت بتعملي ايه خير يا حاجه عشان ربنا يبعتني ليكي في التوقيت ده بالطريقه اللي ربنا جابني ليها. قلت يا ابني انا ست على قدي خالص، ما بعملش لا حاجه زياده ولا حاجه. قال لها بالله عليكي تقولي لي. قلت والله يا ابني ما عندي حاجه زياده، يمكن الحاجه الوحيده ان انا ماليش غير جارتي اللي ساكنه جنبي، ست كبيره زيي ما بنامش بالليل الا لما ادخل لها العشاء بتاعها، اصلا ما عندهاش حد يخدمها. قال لها شكرا يا حاجه، انا جيت لك لغايه هنا يا حاجه عشان اللي انت بتعمليه، ما توقفيش يا حاجه اللي انت بتعمليه. أيمن بيقول لي رجعت مصر طول الطيارة بقول لا إله إلا الله يدبر الكون من أجل إنقاذ إنسان، وأنا مش عارف ليه حصل لي كده لكنه هو العليم الحكيم. بسمة أمل للي يعرف إن ربنا ما بيضيعش عباده، بسمة أمل للي يعمل الخير وهو عارف إن الخير لا يمكن يروح. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.